الثورة هو أنه الحرية، الحرية والحقيقة معناها الحرية أنتم تمثلوها المقول وخاطر حرية الإعلام برشا ناس كأنها تعتبرها ماهوش مكسب، حرية التعبير، حرية التحرك، حرية الإضراب كما قاعدين نشوفوا، يعني هذا بكله راهو مكسب كبير ياسر في أي مجتمع ويجب نحافظوا عليه خاطر عمره ما هو مضمون. نجم ديما نرجعوا بالتوالي، كيفاش نرجعوا بالتوالي؟ حرية الإعلام مثلا تنجم الناس تولي تاخذ مؤسسات الإعلامية وتصير بروباغندا وتمشي في توجه معين، كيزم فما من حقها تاخذ مؤسسات إعلامية ولكن تنجم مؤسسات أخرى، يلزمها ديما نلقاو التوازن، وهذا دفعنا عليه المكسب هذا وقت تريكا برشا وتوا ندافعوا عليه وغدا ندافعوا عليه، وهذاك اللي باش يبني غدوة الأساس على خاطر فماش ديمقراطية من غير حرية بالطبيعة. الحاجة الثانية اللي تقدمنا فيها على خاطر ثورة تخلق فوضى وما صارتش كان في تونس، ثورة هي ثورة في بلدان عربية معناها، واللي صار في ليبيا أثر علينا برشا، وفي تونس صار تسيب كبير ياسر في عهد ترويكا اللي عانينا برشا عمليات إرهابية في 2015 اللي أثرت على كل شيء، أثرت خوف التوانسة وزاد أثرت اقتصادية وأثرت على حياتنا اليومية وأثرت معناها بصفة عامة على سور تونس معناها، وهذا الحقيقة بفضل قوة الأمن، قوة الجيش، بفضل معناها زاد السياسة الإرادية القوية اللي كان قدم بها حتى سي الحبيب السيد أنذاك. راهي تونس أرض، احنا نسميها هنا أرض بزنس، يعني تونس عندها موقع جغرافي راهو خارق العادة في شمال إفريقيا، إفريقيا اللي هي قارة القرن 21 في الاقتصاد، في جنوب أوروبا اللي معناها أوروبا معناها قارة غنية وقاعدة تكبر وحاشتها بلدان كيما تونس ناشئة أو تتحرك كيما يلزم. تونس تنجم تكون مصدر كبير، مصدر للخدمات، مصدر تنجم تنتج، مصدر الأسواق هذو الزوز كتلمهم مع بعضهم يجي مليار و500 بشر، يعني إمكانية متاع تونس راهي كبيرة ياسر تكون إذا مش سويس بالك نخلطوا لها بعد جيل ولا اثنين. سنغافورة راهي بدات بخمسة ملايين نسمع معناها تقدمت كما يلزم، للأسف قعدنا في منوال تنمية دولة باقي شادة، دولة تجيب في التاي والسكر والقهوة، والدولة تسعر في الحليب للفلاح وتسعر فيه للمستهلك، الدولة ياسر الدولة دخل في روحها وتحسب روحها هي تخمم للناس، وقت اللي توانسة تقدم واللي قاري واللي مش قاري فاهم كل شيء ويتبع في كل شيء، وهذا لازم نخرجوا منه. الدولة بتبيع فما في أضعيفة لازم دولة تعاونها ودولة تسندها، والتضامن النجم يصير نسبيا عبر الدولة، يصير عبر المجتمع وهذا في تقاليدنا وعاداتنا بطبيعة الحال، ويصير زاد عبر الدولة ولكن بصفة مباشرة، مش نحطوا له إدارة في الوسط ونحطوا له ناس في الوسط اللي تستغل، اللي تلقى الباكو حليب اليوم موجود في تشاد ومش موجود عند العطار التونسي، تلقى معناها المقرونة والسكر مصدرة معناها من الحدود نتاعنا وماهيش موجودة بالصفة الكافية ساعات وبالأسواق يعني فما برشا أخطاء في منال التنمية، وإحنا هذا هو التحدي اللي مازالنا، وذي الفترة القادمة إن شاء الله المرة هذه احنا علاش دخلنا في الحكم حابين نصلحوا هذا من الداخل، شفنا ليه ما زالت العقلية موجودة تاع حزب الدولة، الحزب اللي يحب ياخذ الدولة ويخدم بها، هذا كله فيه رانا ديمقراطية تعدد الأحزاب تعدد الاتجاهات، أما إذا أنت قادر باش تقنع الشعب التونسي وإحنا في أفاق تونس باش نهبطوا للتناول هابطين تو للتناول تسمعوا فينا أكثر وأكثر، باش نقنعوا الشعب التونسي رانا معمل عليك مش معمل على الدولة، راه الدولة لازم تنقص لك من الضرائب، راه لازم تعلم لك ولادك، لازم توفر لك الصحة، لازم توفر لك البنية التحتية، ولكن لازم الدولة تعمل كل شيء كاين الأم اللي إحنا كلنا نستناو فيها، نعملوا على رواحنا ونخدموا وخليها تعطينا القدرة باش نجموا نتنافسوا باش نهبطوا في الأسواق. في ثلاثة نقاط، النقطة الأولى المكاسب الزوز الإيجابيين هو أنه الحرية مكسب قاعدين نحافظوا عليه وما زلنا نجموا نحافظوا عليه، الحالة الأمنية مشينا من حالة معناها متاع إرهاب اللي تحسنت ونجموا نحسنوا الحياة اليومية الأمنية، ومن بعد الحاجة السلبية الكبيرة هو أنه المنوال الاقتصادي ظهر لنا 10 مرات اللي راهو يجمو يتبدل، واليوم التوى لشدوا الحكم ناس في الكفاءات الكافية باش تربط تونس الاقتصاد الدولي وتخلق الازدهار وتخلق الثروة الكافية باش تنجم الناس تحسها في حياتها اليومية في العيشة. الوظيفة العمومية هي معناها هو إضراب عام على خاطر ما صارش معناها ما خلتوش يكملوا التفاوض على الزيادات في الوظيفة العمومية. هنا الحقيقة الإضراب العام عمره ما يضيع، إضراب عام يضر التوانسة في حياتنا اليومية، يضر الاقتصاد التونسي، يضر معناها يضرنا كتوانسة معناها، أنا احنا نسميه البومبا أتوميك، يعني الاتحاد علمنا عليه ليه أكثر من شهر ونص ولا شهرين، آلية باش يتفاوض بها ويقول رانا كان ما خلطنيش نتيجة، الناس قاعدة تعاني اليوم راني باش نمشي الإضراب العام، به احنا مش ديما نلومه ما نحبوش الإضراب العام ولكن نلومه أكثر على الحكومة. الحكومة عندها زوز أطراف تتفاوض معهم، تتفاوض على الموارد المالية متاحة مع صندوق النقد الدولي وتتفاوض بالنسبة للوظيفة العمومية مع الاتحاد كممثل للموظفين. في التفاوض مع صندوق النقد الدولي حتى اللي هما ما مش يزيدوا في الشهري
اذا نمو ما يكونش اكثر من 3%. باه ما نجحوش في النمو، النمو اقل من 3%، قالوا ما نزيدوش في الشهري. هذه ساعه اللي التفاوض غلط قبل كل شيء، فماش كان النمو، انت كان النمو ما خلطلوش، ولكن العيشه غليت برشا، كيفاش الناس باش تعيش؟ وهذا اللي صار في بلادنا، معناها في طريقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي كان ناقص جدية ولا حتى كفاءة باش التفاوض يصير على أساس صحيح، على خاطر صندوق النقد الدولي فرض زاد بعض الآليات مثلا باش تسيب الدينار وكذا، طاح الدينار، كي طاح الدينار غلات العيشة، زاد السبب من أسباب غلاء المعيشة وطاح الدينار، يعني مربوط ببعض، ولهذا كنا بودنا نراو الناس ترجع تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على موضوع التضخم. راني ما نجمش ما زيدش في شهري كان تضخم 8%، معناها فما امكانيات نتاع به هالفتره هذه بكل، تصور فما كان فما وعي وما صارش التفاوض هذا. وفي نفس الوقت نجموا يستفسروا مع الطرف الاجتماعي مع الاتحاد، هما شو ما معناها الحاجات اللي ما نجموش يقدموا فيهم بالكشي مع الاطراف الماليه معناها المموله لتونس، ويلقاو معناها يلقاو ارضيه للحل.